أحلى 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 صباح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من بلدة ألمانية جديدة ألا وهي السيلي، هذه شمال هانوفر. تقريبا 40-50 كيلو. تخلوا يلا واحد واحد وراي. من بلدات اللي مخطط أزورها من زمان. طبعا هذا الطابع التقليدي في البناء الكلاسيكي. نبدأ من بداية البلدة. يا عيني يا عيني على الافتتاحية. كاتدرائية المدينة. هذه القلعة ويمكن طبعا زيارتها المتحف. يا رب يا رب شو هالجمال. ما تعرف شو تصور، ما تعرف شو تصور. لا تزعلون يا اخواني في الانستغرام، لا تزعلون اللي بيسوي الان فلو. شوف الصور اللي تحطها، انا ترى جوي شلال. مدينه حلوه مثل هاي اشياء شيء. بتصور لي جدك، بتصور لي ربعك، بتصور لي هاي. يا اخي اسمح لي والله، لا تاخذ مني، لا تاخذ مني موقف اذا سويت لك انفلو. شوف الصور اللي تحطها وبعدين احكم. انا هذا جوي يا اخويا، جوي سياحي بحت 100%. عجب 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 من هالبلاد هاي، كم محوط فيها وكم ما اكتشف فيها من بلدات. لكن ما متى بتخلص ما ادري. نواصل. ما زلنا في بلدة سيلي الألمانية.
راسل. يا رب يا رب، لا غبار لا تراب لا شيء. نواصل تصويرنا. تي عند محل بالجمال هذا، وشوف الجمال هذا، بعد بتكاسر حرام تكاسر. إن قال لك 10 يورو اخذه ب10 يورو، قال لك ب50 اخذه ب50، يكفي هذا الجمال هذا اللي تشوفه بعينك. هذا تغيير بسيط عن مدينة سيلي أو بلدة سيلي بالأحرى شمال هانوفر الألمانية. ألمانيا يا إخوان سنة 2017 اللي طافت زاد عندهم، صوروا زادت كمية الكهرباء وقاموا يوزعونها على الناس. زاد البلد الوحيد اللي في العالم 30 سنة ما انقطعت الكهرباء. يا ويلي على اللي في بالي، يا ويلي كل يوم انطهر. كل يوم الساعة واحدة بندر الكهرباء. يا رب. ويستفيدون جدا من كهرباء الرياح ومن كهرباء الشمس ايام الصيف، يستفيدون ويوفرون طاقات كبيرة. والشيء الثالث اللي زاد عندهم كذلك الميزانية العامة، كان عندهم فائض في الميزانية ما كانوا يتوقعونه سنة 2017. الله يعطيهم ويزيدهم ويعطي الناس كلها، اللهم لا حسد.